هاي جايز، كيفكم اليوم؟ جايز لكم فيديو جديد من قناتي انا شمع فيديو. اليوم جايز راح نلعب لعبة ما بالبيوت، بس اليوم جايز على طلب مو ترى انيني بدي اقضي يوم كامل باللون البينك. فا اوكي جايز، ويلا بينا. انا بدي احول غرفتي كلها باللون البينك، وبعد بيتي، وبعد شخصيتي. فالحين اول شي نحن منا نغير لون البيت، مع اني لون البيت حلو، الابيض حلو البيت، بس نو بينك. اوكي غيرته للون بينك، بس بفتح ذا المكان، المسبح. اوكي صار مرة حلو البيت، احس باللون البينك. بفتح الشاشة كده، اوكي، والحين بسكر الباب. اوكي والحين راح احول غرفتي دي او دي 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 الغرفة للون اي. راح ازين دي الغرفة كلها باللون البينك. فا اوكي جايز، قبل تعالوا نفتح البالكونة، احب مرة، والخزينة، و شالت المكشاعي المدفأة. اوكي اول شي بنروح على الحقيبة، بعدين بنروح على داك البوكس، ويب من نفتحها بطلع. او ماي جاد، ناس كل شي يعني. انا بقول بدي الغرفة ما في مرة اشياء ينفع نحطها، قصدي يعني انه منا نحطها دي هنا. ابغى احط هنا الطاولة. اوكي فين الطاولات دي؟ هنا. اوكي وعليها مثلا، لا فوق الطاولة، طاولة فوق الطاولة. انا بقول نحط اليلدس، فينها؟ بس بينك القلب. اوكي هو الطاولة هذا، دي مش بيضة، قصدي مش زهرية، بس اتس اوكي يعني ابيض وزهري نايس. اوكي الحين حطيت لي هدول الثلاث اشياء للحين. راح احط غيرهم، مثلا لوحة واكتب عليها بينك باللون الابيض، او لا خلاص عشان ما في لوحة كده يعني ولا شي من هنا. اوكي تعالوا نحط مثلا هنا دي كده. اوكي صارت حطيتها. بحط هنا السداجة، ودي وهي دي يعني سداجة مرة صغيرة وكده، او مش حلوة كده، بحطها هنا هنا. او لا خلاص، او لا ما بحطها هنا، بحطها هنا. شوفوا كده، يب بس اوكي لا عشان لما بدنا نسكرهم. وات ها سويتها، بحط بعد دي هنا، احس فلة يعني. وايش بحط بعد؟ بحط دي هنا، واحدة تانية هنا. فين راحت؟ مش مهم كده، مش حلوة. اوكي شنو اوكي احس ضبطت يعني الغرفة، صارت كويسة. اوكي وده هو السكين جايز. اوكي والحين جايز نحن البيت وكل شي باربي. شريك نغير هذا المشي مثل باربي وكده، بس احس المشي راح تصير. اوكي بسم الله غيرتها، وبعدي ما ضافوا المشية الجديدة. اوكي انطها خص الشي. اوكي
Okay guys, hi guys, keep going, I'm Barbie. هب هب صح. Okay guys. كيف صار المنزل وكيف صار سكني. فأوكي تعالوا نكتب هنا باربي. أوكي باربي باربي باربي. بس راح أحط إيموجي إيموجي. باربي. أوكي باربي. والحين بزل عملي. لا مش ده. باربي كده. وبينك. اوكي تعال نحط عربة هدا عربة بعد عربي بحط دي اقعد لما ينفع ما ينفع حط هنا على الشاطئ. اوكي بروح على مكان الفندق وبحط العربي. اوكي والحين احنا رح نروح على الشوبينج عشان نشتري اغراض هدا اكل واغراض لونهم زهري لونهم زهري. فيلا بينا وصلنا على الماركت. نبغى اشياء باللون الزهري. اكيد صعب تلاقوا اشياء باللون الزهري بالماركت. اوكي جايز ما في شيء باللون الزهري. اوكي فراح نرجع راح نروح راح نروح على ستاربكس وندور بعد بستاربكس اذا فيه. يلا اعتقد في دوناتس دوناتس باللون الزهري. يا في دونات. وصلنا الدونات ازرق. اوكي في بس شراب باللون الزهري. تعالوا نطلع الحين بالشنطة. ننزل تحت تحت على الفوت وننزلي بعد. وصلت. اوكي او ماي جاد تمزحون. اوكي جايز ما في شيء باللون الزهري ابدا ابدا غير ده العصير. ما في غيره. اوكي تعالوا نروح ونسوي مثلا مثل شوبينج وكده يعني. تعالوا نروح لهنا نشوف اغراض اغراض في هنا دي زهريه. يا رب بس احنا مره نغير لبسنا. تعالوا نروح لهنا. لا مش هنا. تعالوا ندور كده يعني اماكن فيها لون زهري وكده. هنا الايس كريم. ما في ايس كريم زهري بس المحل اللي شوي زهري. اوكي انا عندي فكره راح اسوي شعري باللون الزهري. دقيقه عم بقفل عربيتي. اوكي باللون الزهري. يس ياب يلا. Oh my goodness حلو حبيت guys. اوكي صرت عن جد باربي. اوكي والحين وات شو تبغي. لبسه زهري مثلي. اوكي اعتقد اول ما دخلت ماب البيوت شفت بيت كله زهري مكتوب عليه باربي بالعربي. ده هو يمكن. رمضان كريم مش مكتوب عليه باربي. اوكي مدان كريم حلو وبيتها كله ازرق. دي لا مش دي البنت. وات انا ما ابغى اشيلها اصلا. تعالوا الحين نروح على بيتنا. كيف بدنا نروح؟ اوكي مش مهم بس تعالوا نشوف طريق نروح فيه على بيتنا. العربية راح اخليها هنا وهوب. وات بيتي بيتي. وصلت بيتي. فا اوكي جايز دول من الاشياء اللي كانوا باللون الزهري اعتقد. يا بس دول الاشياء اللي كانوا باللون الزهري. فا اوكي جايز اذا بدكم يعني اسوي فيديو باللون الاسود يوم كامل باللون الاسود اكتبوا تحت بالكومنت. فا يب وباي باي.